بعد الدمار الذي حل بمحافظة الأنبار بصورة عامة وناحية السقلاوية بصورة خاصة، وأخص منها يعني بمجال عملي هو مجمعات المان. مجمع ما هو البنومان طبعا من أحداث داعش إلى حد هذه الفترة عانينا الكثير حقيقة، يعني الدمار اللي حصل بالمجمعات، مجمعات الماء التابعة لناحية السقلاوية، دمار كبير يقدر بحدود 70 إلى 80%، والأهالي تعاني من هذا الموضوع معاناة كبيرة، عدم وجود ماء صالح للشرب. حقيقة بعد أن جاء مشروع قدرة قام بأعمال صيانة مجمع ماء الحواوي البنومان، وتضمن هذا إعادة التأهيل، إضافة مضخات دفع ومضخة سحب، بالإضافة إلى تهيئة وتأهيل أحواض التجميع والترسيب، وإضافة منظومة الكلور والشب، وإعادة تأهيل المجمع بصورة كاملة، بحيث هذا المشروع راح يأمن وصول الماء الصالح للشرب للمواطنين كافة. كنا نعاني من هذا المشروع معاناة كثير، قلة الماء، وكان الماء غير صالح، وكانت عطاته هواية، لكن من عطاته هواية مرات تطول 6 أيام 12 يوم هو عاطل. فلما ما جاء مشروع قدرة يعني صدق شاف الماء يعني مي جيد جدا ومحترم وما عدم القطع، وحتى ساعات التدير للمشروع كثرت، كانت قبل ساعة نص ساعة ساعة، الحمد لله وشكر يعني مستمر. المشروع قام يشتغل بصورة صحيحة، المنطقة ارتوت بهذا المي، بلا مي ما يقدر يعيش.